حصلت الإمارات على المركز الأول عالمياً كأكبر دولة مانحة في تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة إلى الشعب اليمني لعام 2018 كمساعدات تنفذ بشكل مباشر. ووفقاً لخدمة التتبع المالي FTS لتوثيق المساعدات في حالة طوارئ الإنسانية والتابعة للأمم المتحدة، حلت السعودية في المركز الثاني في كبرى الدول المانحة لدعم خطة الأمم المتحدة الإنسانية لليمن للعام 2018.